فرحة كبيرة ما بدون ما نش وش نخبو ولا يعني فرحانين قد اللعبة يعني كانوا في المستوى وكانت مقابلة يعني نزيهة والخدمة اللي خدمناها ما راحتش هباء منثورة التعب كان في المستوى يعني لعبة كانوا عازمين عزيمة كبيرة والأنصار كانوا يعني في المستوى ثاني يعني فرحانين من الأخر كأس مادام ما سقطناش راهي في الأهداف بكل بساطة مادام أنا نخدموا لها سي نورمال مي كي تعدينا المراحل الأولى ثم النهائي دوك لازم تولي من الأهداف يعني الأولى يعني ما ما رديتش عليه هو كرئيس فريق كما انا رئيس فريق وحده هو يدافع على الفريق تاعو بطريقته ومعرفته وبالشيء اللي يملي عليه ضميره ولا الاخر وحنا ثنا دوك نرد عليه واش رجع عليه والكلام اللي قالوا يعني في الحقيقه مس يعني شباب بلوزدات ككل مي توجور نبقاو يعني نسيو كيف نكونوا في الاحتراف اللي راه اللي تسطر في راف ديزيام اني تاعو نسيو كيف نكونوا محترفين في هذا الشيء ما تصريحات يعني اللي ما تجيبش يعني الفائده وما تموتيفيش وما ما تزيدش تنقص برك من معنويات ولا الاخر يعني الانسان ما لازمش ياخذها بعين الاعتبار.